اليوم بقيت رايت معي رندا فهد، موضوعنا حول الحبشه، ولكن قبل عندها هيك معلومات مهمه لها علاقه بفتره العيد، رح هيك نعمل لمحه سريعه عليهم. وكمان بدنا نذكر بمسابقه باري لايت على الفيسبوك بيج، نحن كل ثلاثه عم نطلق سؤال وكل ثلاثه عم نعطي الجواب الصحيح واسم الرابح، فبعد عندكم مهله لبكره تتشتركوا. بونجور رندا. بونجور تينا. وحتى نذكر المشاهدين بشو عم يشتركوا، السؤال هو نحن عم نقارن الجزر والبطاطا الحلوة، أي فيها فيتامين أي أكثر من الثاني؟ أكيد جواب واحد هو المضبوط، ويلا ضلكم عم تجاوبوا حتى بكره نسحب اسم حدا فيكم ليكون عم يربح علبتين من بوكسز بيري لايت لأكل لأيامات كاملة. هلا بكره كمان رح فاذا نعلن مين الرابح ونطلق مسابقه جديده شوي كمان لها علاقه بالعيد. نعم. تينا مثل ما قلت هالجمعتين مش عم بحكي على ابحاث معينه بقدر ما انه كل مره بدنا نعطي شويه هنتس اما تيبس للعالم كيف هي تمضي هالفتره اللي هي فتره مباركه ولكن فتره فيها ضغط كمان. نعم. وفيها اكل كثير وفيها اوقات قله رياضه. فهون في يعني ايامات كنا عم نشجع على الرياضه اعطيت كم تيب مهمه، اليوم التيبس تبعولي على تناول السكاكر، مع انه انا بكره رح تكون حلقتي عن البيش والكالوريز اللي فيه والمارون جلاسي كل هولي والجافيت اللي بناخذهم والليكور. نعم. بس اليوم بدي احكي انه نحن بنحاول نتحاشى او نتفادى انه ناكل سكاكر، طيب فيك تعمليها مره مرتين بس هلا اللي بيشتغل بالاوفيسز له جمعه عم يجي حلو وسكاكر وهلا خصوصا سيكريت سانتا اللي هي دائما انا بطلب من العالم فينا نهدي كثير اشياء غير عن الاكل. نعم. كمان ولكن الاكل شغله هينه انه تكون صح. عم تنهدى بالحقيقه وافوردبل يعني بالقليله واحد بيقدر يشتري لوح شوكولا عشان ثاني ما بيقدر يشتريها. فبتكون قوامت نهار قوامت ثاني يوم بالاخر انه خلاص الجو كله عم ياكل بدي اكل، ولكن في شغله انه كل ما نحن تناولنا سكر يعني متى ما فتحتي لها خلص بتفتح الخبريه. نعم. فهون كم تب معينه، اول شغله بفتره الأعياد مع أنه رح تتفاجأوا شو بدي أقول بس برجع بذكر خلينا ننام الوقت الكافي للنوم اللي هو ناس كافي عندهم 7 ساعات أو 8 أو 9. كل ما نحن نمنا مظبوط هرمونات الجريلين اللي هي بتجوع بتكون محافظين عليها ما بتعود تلعب هون وتخلينا نكون عم نجوع او عم بالنتيجه عم نستحلي السكر. نعم. فكيف ما كان اي ساعه ما نمنا فيها نحاول انه نكسب بنهارنا 7 ساعات نوم، هالشيء كثير بيساعدنا نحافظ على السكاكر. من ميله ثانيه منيح كثير انه نحن نكون عم نتروى ترويقه فيها بروتينات، هيدي دائما بقولها اذا انا وعيت الصبح وقررت انه انا اليوم ما راح اكل لانه في شوكليت بدي اكله واخذ حبه شوكولا او شقفه الجاتو، هيدا الشيء رح يستعمله جسمي بسرعه، بعد ساعتين ثلاثه رح احس حالي اشطت وحتى انا ارجع وحالي رح ارجع اكل سكر. فدائما تناول شيء فيه بروتينات ولانه 15 جرام من البروتين الصبح يغنينا عن هال بيساعد كثير بيساعد كثير يغني عن هالحاجه، هلا الانسان دائما بيستحلي بس ما بقعد في هالحاجه اللي عندنا اياها، فدائما بالترويقه يكون في حليب، يكون في جبنه، يكون في لبنه، يكون في لبن، في ناس بحبوا يتروقوا اللبن مع الشوكولا. فإذا هون كمان نصيحة نكون عم نفوتهم. ثالث نصيحة إنه ما نكون عم نجوع حالنا، وقت أنت ضليتي 6 ساعات 7 ساعات بلا أكل قشط السكر بالجسم، أكيد أول شغلة بدك تتناوليها أو قدامك بدها تكون سكر اللي تكوني عم تاكليها. فهول تيبس بحب إنه العالم تكون عم تستفيد منهم، ومش غلط إنه نكون عم ناكل حلو، ولكن الحلو يكون جزء من أكلنا، يعني نحن فينا نكون تغدينا ومن بعدها أخذنا شقفة حلو، أما الترويقة من بعدها شقفة حلو يعني ممزوجة مع الوقعة خصوصا بهيدا الوقت بالذات تساعدنا حتى نكون عم نكتفي بكمية صغيرة وما نرجع نستحلي أكثر. هولي نصايحنا أول شيء، ولكن ما فينا نمرق هالفترة بدون ما نحكي عن الحبشة. هلا الحبشة بدي أحكي عنها على موضوعين أو 3 مواضيع العالم بتتساءل عنها. أول شيء شو فيها فوايد، بعدين طب هي أما الدجاج ليش الحبشة يعني ليش هو إنه هالقد منيحة، هل هي أحسن من تناول الدجاج؟ والشغلة اللي كتير بنحكى عنها تينا هو إنه بيقولوا الحبشة وقتها تاكلي حبشة أما تركي بتحسي من بعدها إنك نعسانة بدك تنامي، شو هالمادة اللي بتنعس وهل هي مزبوط بتنعس؟ وكمان بباقي الوقت فهوني حطينا keep calm and eat turkey، فإذا بدنا ناكل تركي. أنا عندي سؤال قبل رندا بخصوص الحبشة، الحبشة لما نشتريها
بيكونوا مجهزينه؟ اوكي. بيكون زايدين لاشياء؟ اوكي. هي بنيه؟ هلا حلو هالسؤال، يعني قصديك هل حاطين ل حقنينا بالحقيقه باكثر الاوقات بدنا نعرف انه بالقليل هي محقونه بمي وملح. فبسؤالك حتى اكون عم جاوب بكون انست يعني 100%، مش انه رح احكي على الانتيبايوتيك كمان، لانه في ناس في فارمز بيحنقوا، في محلات لا، ولكن هي بتنحقن بالمي والملح. مشان هيك انا اذا بدي اقارنها بالدجاج، هيدي من وحده الاشياء اللي كان بدي اقولها، بنلاقي انه كميه الصوديوم اما الملح فيها كثير مرتفعه. فهيدي شغله بدنا ننتبه لها. هلا الشغله الثانيه اللي كان بدي احكي عنها هي الصوره اللي كنا حاطينها مرقت عنا، بنرجع لها. شوفي إذا طلعنا هون بنلاقي محل الصدر حاطة بيتر، يعني هو أحسن محل نتناوله، اللي هو فيه أكثر فيه غذاء ولكن أقل شيء بالدهنيات والوحدات الحرارية. المحل الثاني محل مكاتب جود، يعني أوكي لا بأس به. الباد هي من تحت، وأكيد أسوأ شيء هو بالميلة اللي نحن بناكل فيها اللي هي الفخذ. هلا شو هو السيء والأسوأ والأحسن؟ عم نحكي أكثر شيء هون نحن بالكالوريز والدهنيات والكوليسترول والكوليسترول والدهنيات العاطفية. هلا هيدي كمان نفسها بتطبع على الدجاجة، مش هيك؟ هيدي نفسها بتطبع 100% 100%. فهون نحن إذا بدنا ناخذ نتناول الحبشة، نحن عم نحافظ على الكوليسترول عنا، عم نحافظ على الدهنيات وعلى وزننا. أكيد المحل الأحسن اللي ناخده مثل ما فرجيت هو محل السفين والمحل اللي لونه أبيض. فهون بالحقيقة فيها كثير وحدات حرارية قليلة، وإذا بدي أرنا بالدجاج تقريبا فيها نص الوحدات الحرارية الموجودة بالدجاج ونص كمية الدهنيات الموجودة بالدجاج. حلو. فسفين التركي هو بالفعل أخف من هيدا تبع الدجاج. نعم. فهون إذا بدنا نقارن، هي أخف بالدهنيات، هي أخف بالوحدات الحرارية، ولكن هي كمان أخف بالبروتينات. فالبروتينات الموجودة بالدجاج هي أكثر من التركي. هذه شغلة كمان منيح الأشخاص يعرفوا. هون نفرجي دائما نحن بنحكي انه الميلة البيضاء والميلة الحمراء. شو يعني الميلة الحمراء؟ هي الميلة اللي الفخذ اللي مفرجيها، والميلة البيضاء هي الميلة السفين. هلا كنا عم نقول انه اوكي اختاروا السفين، ولكن شو بدنا نعمل بالباقيين؟ لا طبعا رح ناكلهم، بس هون شخص معه كوليسترول انا نصيحتي له يتفادى هالبارت. ولكن كمان الحبشة فيها كتير اشياء بتغذي، اللي هي هلا رح نحكي عنها تريبتوفان، الفيتامينز بي، خصوصا هون النايسين والبي 6 هول اشياء، والفوسفورس. هلا تركيزهم هول بالحقيقه هو موجود بالميله بالفخذ، موجود بكلها ولكن موجود بالفخذ اكثر. فاذا مش غلط انه نكون عم نتناول الواحد لازم يخلط بالنهايه، مية بالمية، وما في غلط انه نحن نخلط وما عم ناكل شيء غلط. لا. ولكن اذا واحد عنده مرض خصوصي معي كوليسترول، لا ما راح فيه يخلط، بدي اكل السفين. الجلد ما فيها ولا افاده. وين الجلد؟ هلا الجلد بحبوا الجلد، الجلد والجلد بحبوها، مش لانه لحالها، مش لانه مقرقشه هيك قرقشت لحالها، ولا يا حطينا زبده يا حطينا البيكن هيك برمناه هون. بعرف حدا خبرينا عن الجلد. فاذا الجلد كثير كثير مدهنه، من الافضل هلا نحن حتى تكون هي صافت دائما نتينا، حتى السفين هو بيمسكوا الزبده وبمرمغوها اوكي، او في ناس بحطوا البيكن. فاذا الجلد شغله نحن بنعرف مثلها مثل حيا جلده، دائما بالدجاج بنطلب انه جلده تنشال. نحن اذا اكلنا شقفه السفين مع الجلده، مثل كانه انت صرتي اكلي شقفه اللحمه اللحمه مع الميله البيضاء دهنه مع الدهنه. فاذا هون عليت كثير، عليت كثير بالدهنيات، حتى مشبعة على الوحدات الحراريه، مشبعه 100% اوفر مشبعه واكيد سيئه، يعني صحيا ما في احكي عنها شيء بوزيتيف ابدا. أوكي. لا صحيا مش منيحه، مش بحاجه لها، بتحبوا تاكلوا هاي موضوع ثاني. فاذا طيب، بس هون الحبشه ما وقفنا على الحبشه. طيب هات لنفرجيك الصورة، لأنه ما حدا بياكل حبشة لحالها. شو قصدك فيها بالصورة اللي أنا حطيتها هلا؟ يعني شو فيها الستافينج جوا؟ طيب الستافينج واللي حواليها والصوص 100%. فإذا هون إذا أنا بدي أحكي عن الستافينج، ما بعرف إذا أوكي إذا فينا نقارن أنا وأنت، أي بتعتقدي الستافينج هي أخف؟ اللي بنقول عنها خضرة مع كستنا والبطاطا، أما الستافينج اللي هي الرز اللي نحن تراديشنال بنعملها ولا
الشرقية. ما بعرف بالحقيقة تينا هي أوريك. الرز لأنه ما كتير عنا وقت إنه نفكر. الرز أخف طافي من الرز هو أخف. بس مع أنه الخضرة شو عمينا لأنه هلا الخضرة إذا كانت خضرة لحالها كتير منيحة ولكن هي في طريقة تحضير الخضرة وما ننسى أنه بيكون في الكستنة عنا كمان بيحتوي على النشويات والبطاطا بيكون فيها ما ننسى أنه بكتير أوقات بنحط لها بيكن. رندا موضوعنا كتير حلو ولكن خلص وقتنا. نحن امتى رح نلتقى؟ بكرة إن الله رب. البكرة لكن ما منعيدك اليوم. لا رح ناخد وقفة ومن بعدها ميك اوفر.